شوط أول غير مقنع وتعادل سلبي بين النادي الأهلي وحرس الحدود بدون أهداف. كابتن علاء شفت الشوط الأول إزاي؟ لا وقبل ما اتكلم الشوط الأول واضح إن إحنا إنك تشوف شوط حلو أو كرة حلوة يعني أنا مش متشائم بس واضح إن هي مش هتحصل خالص بعد كورونا. واضح إن المباريات كلها بقت مملة، الشوط الأول دايما ضعيف، دايما مفيش فعالية، حتى الكورة مش هي. أنا بعذر طبعا اللعيبة كلها، الضغط ضغط مباريات كبير جدا، لكن برضه في فروقات بين كل يعني مع احترامي كل الأندية، بين لعيب النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي وباقي الأندية. النهارده أنا مش شايف الفروقات دي، شوط وحش قوي. يعني ما تعرفش مين أحسن من مين. فترات كتير جدا مفيش إقناع، يعني الأهلي مش قادر يقنعك، وطبعا الحرس بالنسبة له 0-0 الشوط الأول ده بالنسبة له هايل. مكسب كبير جدا. غلطات كتير جدا بتحصل من لعيبة النادي الأهلي، بيسيبوا مساحات كتير قوي واوقات كتير قوي لعيبه الحرس هم بيستلم. هو مش عايز غير كده، هو الحرس عمره ايما ما هيدور ان هو يروح عايز يجيب هدف. الحرس عايز ازاي يستهلك المباراه وازاي ما يوصلش النادي الاهلي لمنطقه الخطوره اللي ما حصلتش كتير في الـ في الـ في, الـ في الشوط الاول. حتى لما كانت بتحصل تمركز اللعيبه غريب جدا ورا بعض الاثنين راس حربه في حاله النهارده من وخلي بالك شعار الحرس برضو النهارده نقطه ابرك من لا شيء. مش عايز ايمن، بص ايمن هو النهارده حرس يمكن كان عادل اتكلم فيها ويوسف انه النهارده تعادل بالنسبه له هايل النهارده طبعا. مش بص ايمن من الاخر مش عايز اطول، معظم الفرق بتلعب النادي الاهلي انا مش عايز اخسر بس اتعادل خير وبركه، كسب ده حاجه يعني بالنسبه له بقى يوم فرح وعيد، لكن النهارده لا شوط مش مقنع ولازم النادي الاهلي يبقى مقنع اكتر من كده. كابتن محمد بالرغم ان الاداء كان غير مقنع من النادي الاهلي في الشوط الاولاني، ولكن في كرات عرضيه اتعملت كان ممكن تخلص الشوط. يعني متهيألي معانا الكرات العرضيه ديت كابتن، اتعمل ثلاث كرات عرضيه من عادي معلول واحده، ومن ناحيه اليمين احمد الشيخ شال واحده. ايوه قطع لجوه شال. انا عايز اقول حاجه، اولا بادجي ومروان الاثنين بيلعبوا قريبين قوي من بعض، يعني مش في مسافه بين الراسين حربه لازم تبقى متناسبه، لا هي تفتح قوي عشان ما يبقوش بعاد عن بعض، فما ينفعش يبقى في تعاون ما بينهم من بعض وهيقفلوا الاطراف، ولا تبقوا ضامين قوي ويبقوا في نقطه واحده، فبالتالي مش هيبقى في انتشار كويس، يعني انتشار كويس. النقطة كمان اللي أنا عايز أقولها، ملعب حرس الحدود ملعب كنز، ملعب صغير، ولاعيبة الأهلي عارفين كده، ودايما ماتشات الأهلي اللي بيلعبها في ملعب حرس الحدود، سواء بيلعب حرس الحدود أو بيلعب أي فريق هناك، بتبقى ماتشات إلى حد ما صعبة، لأن أي فرقة بترجع وتقفل صح. يبقى أنا طالب إيه؟ لازم أحمد الشيخ وجيرالدو يبقوا على الخطوط. أيوه على الخطوط على الخطوط. أيوه يعني يستلم، يعني لما تلعب مثلا في استاد القاهره ممكن اقبل ان تخش مثلا 7 8 يارد لجوه، يبقى عندك جوه وعندك بره، فاهم قصدي ازاي؟ وعشان كمان تقرب من لعيبه وسط الملعب اللي هم الاثنين ديفندرات. لكن النهارده لازم جيرالدو واحمد الشيخ يبقوا على الخط بالظبط عشان تفتح قوي الملعب، لازم تعمل استريتش عرضي للملعب، وبالتالي هتتوجد لك مساحات. صحيح. لان فرقه الحرس كلها زي ما قال الكابتن علاء كلها بترجع، هو مش عايز حاجه، بيرجع ويقفل وبالنسبه له نقطه تمام نجاح. أي. النقطة الثالثة ان لازم يتضرب الخط بتاع مصطفى جمال وحامد خالد واحمد فيليكس، الثلاثي اللي حاططهم محمد حليم في وسط الملعب دول ثلاثي دفاعي بحت. صح. لما بتديهم فرصة كابتن ان هم يرجعوا بيبقى في بطء شوية، رامي بيلعب لياسر. صح. ياسر يقوم مدور على حمدي فتحي. مظبوط. الكلام ده بيحصل خلاص. ايه؟ بيحصل ان هم بيروحوا راجعين وقافلين قدام خالد سامي وقدام الديفنس وقدام الشبيني وتاحة اساسا سرد باك وباك ليفت، فخلاص اتقفلت، فبيبقى الاختراق صعب قوي. صحيح. الاختراق بيبقى صعب جدا. علي معلول بينزل معاه جريندو بيقفل معاه، فالموضوع ايه؟ اتقفل بقى فيه صعوبه، ممكن يعني يجي لك حاجه مثلا بقى بالصدفه كده. انا اللي طالبه او يعني اللي شايفه ان لازم يبقى اول ما النادي الاهلي بيقطع الكره على طول يلعب مباشر على الراس حربه، يعني يحط الكره بسرعه قبل ما هم يرجعوا يتمركزوا. يبقى انت تستغل الثغرات. الشوط الثاني من المؤشرات، لو رجعت نتائج النادي الاهلي هتلاقي ان النادي الاهلي بيحرز اهداف، يعني النادي الاهلي مثلا في الجدول عندنا جايب تقريبا حاجه و50 جون. ايوه خلاص، اكتر من حاجه و50 جون يعني. صحيح. توقيت
هتلاقي احرز 24 هدف يا كابتن، 24 هدف في اخر ربع ساعه. أيوة. 24 هدف في اخر ربع. وضيف بقى الشوط الثاني عنده 18 و24، يعني بتتكلم في حوالي 42 هدف. صحيح. من اجمالي الاهداف في الشوط الثاني. ايه ادي كوره، بص التمركز بتاع الاثنين مهاجمين اللي في الاول. ايوه هي دي اللي انا كنت بكلمك عليها. لو في انتشار كورة. لو في انتشار لازم كويس. بص ازاي، طبعا هما الاثنين ماسكين بعض تقريبا. مظبوط. فهي دي النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. يبقى في انتشار في كلام ما بين مروان وما بين اليو باجي. لازم يبقى في كلام ما بينهم. عشان يغطوا الاريا بتاعت الجون كلها. كابتن عادل، دكه النادي الاهلي فيها النهارده تقل شويه، يعني عندنا قفشه بره وهي سمان. هل ممكن نشوف تغيير مبكر؟ ممكن، بس احنا في نقطه بس عايزين نتكلم فيها. اتفضل. ممكن تتغير من جوه الملعب. الحرس وهو بيدافع بخمسه وباثنين ديفندرين وثلاثه. ايوه. الاثنين الاجنحه بينزلوا بالعوم مع علي معلول، بينزلوا مع فتحي. فبالتالي لازم من جوه الملعب، لازم الشيخ وجيرالدو شويه يدخلوا جوه الملعب. لو دخلوا جوه الملعب يا اما هياخدوا الاثنين الباكين معاهم، يا اما الاثنين الباكين مش هياخدوا عينيهم، وهيبقى في فجوه كبيره ما بين الاثنين ديفندر والخمسه. مظبوط. ودي ليها حلين، يا اما جيرالدو والشيخ يدخلوا فيها، يا اما بادجي يسقط 10 متر. لو سقط 10 متر محدش هينزل معاه، فبالتالي بقى هو فري. او حتى لو حد سقط معاه هيبقى هيفضي المساحه، هتبقى المسافه بتاعت 4 4 2 الصريحه. لكن لو بصينا للحرس وهو بيدافع بخمسه، واقفين خمسه وقدامهم 4 1. فدي حلولها. الكرة العرضيه كتير كويسه، لكن النهارده في ظل وجود الخمسه انت بتدي حلول اللي من الاخر حليم قراها. دي برضو يعني بنحييه عليها، ولاعب بخمسه من بيدافع بخمسه بداية. فبالتالي اي كره عرضيه بتلاقي واحد مع مروان، واحد مع بادجي، وفي واحد فري في زياده، يا اما الفري ده بيبقى قدام، يا اما الفري ده بيبقى في وسطهم. صح. فالكره العرضيه كتير كويسه. لو انا في مساحه جوه ال 18 مقفول، فبالتالي لازم الحاجات كلها. لو جينا في كورتين للشيخ دخل بيهم، عمل دريبل جوه ما حدش دخل معاه، في واحده اتحطت لحمدي فتحي اللي هي اللي شاطها فوق، وفي واحده ثانيه اتحطت لديانج برده نفس الشيء، واللي جت لجيرالدو. المنطقه هي دي اللي اسمها زون 14، دي اللي قدام ال 18 هي دي اللي فاضيه، مش الاجنحه. صح. الاجنحه مقفوله جدا والحرس قافلينها كويس جدا. لازم يتقري، ولازم حد يسقط في الحته دي، يا اما بادجي ينزل يستلم في المكان ده، يا اما الاثنين الوينجين يبقى في دي بقى ممكن تستغلها بوليت سيمان او قفشه، واحد منهم الاثنين ينزل ويدخل جوه الملعب، ما يبقاش بيلعب وينج صريح، يدخل جوه الملعب. هتلاقي المسافه دي، ولو الاهلي سجل هدف هيسجل من المنطقه دي، يا اما تصويب يا اما دبل باص من المنطقه دي، لكن عرضيات هتبقى الامور فيها صعوبه شويه. ده ممكن يا كابتن هاني هيكون على حساب حد من راسين الحربه؟ ما اعتقدش. اول 10 ده ما اعتقدش ان الراجل ممكن يطلع حد من راسين الحربه، لان انت محتاج ان انت تجيب جول. فما اعتقدش ان الراجل ممكن يجازف ويطلع حد من الاثنين. اعتقد اقرب واحد للتغييرات هو جيراردو. اتكلمنا قبل الماتش. ايه؟ من غير اعتقاد يعني. هو جيراردو يعني هو اقرب واحد، المفروض ان هو لو في تغييرات يبقى هو اول واحد. ممكن ينزل وليد، ممكن الراجل يعني ممكن يطلع واحد فيرود، ممكن يطلع فيرود، بس ما اعتقدش. لان بس انا شايف ان قفشه وجوده مهم جدا. قفشه وجوده، لان احنا اللعب بتاعنا حرس حدود كابتن بدا ان هو ايه يجارينا في اللعب، احنا بقينا نلعب زيه، هو بيلعب طويل، الكره عماله كانك بتلعب فولي، الكره رايحه جايه، مفيش كره على الارض نهائي، مفيش حد بيمسك الكره خالص، ولا احنا ولا 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 حرس الحدود. وزي ما كابتن عادل قال، الحرس حدود لحد دلوقتي هو عاوز يعني خد اللي هو عاوزه، يعني خد اللي هو عاوزه من الماتش. عدى 50% من 50% من الشوط الاولاني، وهو كده مبسوط. هيقدر لحد مثلا الدقيقه 70 دقيقه 75، طول ما الوقت بيجري طبعا ده في مصلحته ومش مصلحه النادي الاهلي طبعا. لكن اعتقد ان تغييره الخطه من مستر فاير مهمه جدا بعد اول 10 دقائق. هنشوف هذا الشوط الثاني النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد. ان شاء الله اشوف، لان زي ما قلت لحضرتك 42 مقابل 14 هدف، فطبعا نسبه كبيره جدا الشوط الثاني. والنادي الاهلي معودنا على كده يعني. كابتن علاء. اكيد ان شاء الله هنشوف الجول الشوط الثاني ان شاء الله. كابتن لو اتغيرت المعطيات جوه الملعب، الافراد اللي بيلعبوا على الاطراف لو دخلوا جوه الملعب شويه النتيجه هتتغير، لكن لو فضلنا بالشكل ده هيبقى في صعوبه في التسجيل. ان شاء الله النتيجه تتغير للنادي الاهلي باذن الله، ونبارك لبعض بعد المباراه، ولقاء بعد المباراه بعد فوز النادي الاهلي ان شاء الله.